يلا يا عبد الرحمن. انت يا زفت، انت يا زفت ونفذ. انت حيوان، ما تنفذش رايح الصلاه. وانت مالك يا انت؟ مل على رجلينك وتفل. جاتك القرف في شكلك. يلا يا عبد الرحمن. رب ادخولي من البيت ده. ان شاء الله انت. لا باليرينا فعلا. انت مستحمله كل ده ازاي؟ ببرد. يا عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دي سيادة اللي هو من جوه. يعني هو هيعمل لك إيه يعني؟ يعني إيه هيعمل لي إيه يعني؟ يعني أنت عايز منه إيه؟ قول لي وأنا أخش أقول له. قول له سامح بره. سامح يعني إيه؟ يعني في بينكم وبين بعض أسرار ما ينفعش تقولها لي؟ هو أنت بتلك في الكلام كتير ليه؟ عشان جمال طلتك. مش فاهم أنا جايبينك منين؟ إحنا مش هنخلص بقى. طب شوفي سيادة اللي هو عايزة إيه عشان أجيب الطلبات. طلبات إيه؟ صبرني يا رب. يا ابني أنا مش برخم عليك. بس انت جيت على سهوة يعني وانا مش عامله حساب. بص استنى. بص خد هات لنا اي حاجه تتاكل. انا عامه عارف الحاجه بتطلب ايه وهجيبه لها. طب استنى، يمكن انا عايزه حاجات معينه يعني. اديني فرصه افكر كده واقول لك. انا ما اجيبش طلبات غير يوم الجمعه بس. ان شاء الله تتشكف مع ميعك للادب. انت هتصلي فين؟ في الجامعة اللي ورا. عبد الرحمن ما تلعبش كورة عشان الفتقة. عبد الرحمن.